خويا بهذا المدرب اللي عندنا وبهذا المكتب المسير راه ما غادي نديروا والو في هذه البطوله. كل مره كنلعبوا بتشكيله، كل مره كنشوفوا حوايج اللي ما عمرنا شفناها مع هذه الفرقه. حاجه واحده اللي ما غايلعبش وغادي يتقاتل على مع الفرقه، ما غايتقاتلش على داك التوني غايحطو ويمشي في حالاتو. راه حشومه ولينا كنشوفوا التبادله هذه، والله الا حشومه بالله. كنلعبوا مع 10 لعابه نخسروا، مع 9 لعابه نخسروا، حشا لينا هذا الشيء هذا. اللي ما غايتقاتلش معنا يمشي في حاله، راه حشومه عليكم والله الا حشومه بالله. ولقاء اليوم كان لقاء تكتيكي 100%، الكل كان كيتوقع انتفاضه اليوم رجويه، لكن عكس ذلك. كما العادة عقم في الهجوم، نلاحظ ياجور الوحيد الذي يقوم بالمناورات مع رجوع في الأداء للاعب عبد الإله الحفيظي. وأظن أن الخطأ الجسيم اللي ارتكبت الإدارة نادي الرجاء البيضاوي هو فسخ العقد مع المدرب الإسباني غاريدو. بالنسبة للقاء اليوم كان لقاء تكتيكي أكثر من أنه فرجاوي. كلا الفريقين ما قدموش واحد المستوى اللي كنا كنتهضروه، نظرا اللي كانت هناك محاولات قليله في اللقاء. وكنلاحظ ان فريق الرجاء باقي ما فاقش مصدمه ديال اللقاء نهضه بركان، وهذا ما لاحظناه من خلال انه ما استغلش النقص العددي ديال الفريق الشمالكي اللي بدورته هو ما قدمش المستوى المطلوب منه وما تخلقش بزاف الفرص. الفرص اللي جاوه استغلهم من خلال اخطاء ديال الفريق مدافعين فريق الرجاء، وتمكن من يسجل هدفين اللي كانوا كافيين بانه يحسم مقابله للصالح دياله. ان البطوله مازال ما تحسماتش رغم كما كنقولوا الهربه ديال فريق الوداد البيضاوي الغريم التقليدي، لكن هناك عده عراقيل غادي يلقاها فريق الرجاء البيضاوي. خصو يضحي بكاس الاتحاد الافريقي لان هناك صعوبات في كاس الاتحاد الافريقي، ويلعب من اجل البطوله، لان الرجاء البيضاوي معروف بريمونتادا ديالو خصوصا في مرحله الاياب. انا كنناشد في اللاعبين انهم ما يفقدوش التركيز ديالهم ويحاولوا انهم يكملوا هذا الموسم هذا اللي بقى منه خلال تعويض المقابله الجايه، خصوصا في الكونفدراليه الافريقيه، باش ما ياثرش عليهم هذه الهزائم المتتاليه. وكناش الجمهور انه يبقى وفي الفريق ديالو ويساندو في الشده والرخاء، في الشده وفي الرخاء كما كنقولوا، كما هو معروف على فريق الجمهور فريق الرجاء البيضاوي انه كيساند الفريق ديالو سواء رابح ولا خاسر.